ناجي شليلة موجود معنا اليوم، مهندس مدني ومدرب إدارة مشاريع، بنحكي بليدرشيب عن القيادة والإدارة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير كاتي. ثانك يو. بين يعني الإدارة بدها قيادة مبدئيا، ولا في فرق بيناتهم، ولا في يمكن هيك نيونس بيناتهم؟ في ربط بيناتهم. أول شيء هالموضوع كتير شيق يلي عم تطرحوه، كتير حلو، وهذا موضوع الشبيب اليوم، موضوع القيادة، وشو يعني قائد، وشو يعني زعيم، وشو يعني إداري. بتعرفي من زمان كنا صغار كل الفلوم اللي نحضرها نشوف مدير قاعد على طاولته وعم بيعطي أوامر، نفذ في تاسكات معينة، في شغل معين، هيك بتذكر، يمكن كمان بتتذكر هيك المشهد. اليوم الأمور اختلفت، يلي بده يكون إداري ما عاد في يكون شخص بس إداري، بده يكون قائد بمعنى الخدمة. يعني أنا ما عاد في يكون قائد إليك، أنا بدي يكون عم بخدم الفريق يلي أنا معه. هون صار عنا الهدف تبع الليدرشيب، تو بي ليدر، يعني أنا مع الفريق مثلي مثلكم، وكلنا سوا بنشتغل لمصلحة واحدة، مش شخص عم يعطي أوامر والباقي عم ينفذ، مهما كانت هذه الأوامر. فهذا إذا بدك الربط، يلي إذا بدك تكوني مديرة ناجحة بدك تكوني قائدة ناجحة، وإلا ما بتمشي بقى اليوم مثل قبل. فهون صار في علم يلي بيدمج اثنين سوا. شو مميزات هالقيادة أو شو مميزات هالقائد؟ شو هي شخصيته يلي بدها تحفز هدول الأشخاص لحتى يكونوا عم يقدر يطلع منهم يعني أحسن شيء؟ جيد. كلمة واحدة، التواصل. يعني أنا بدي يكون عندي صلة مع فريقي، ما في يكون أنا يعني حتى بدي أقعد مع الشخص اللي هو عم بيعمل الشغل، كيفك، كيف عائلتك، شو عندك هموم. مع كل فرد هالقائد بده يعني يخلق هالتواصل، ساعتها بقوله بيكسب الفريق تبعه. هيدي إذا بدك المفتاح الأول، يعني غير أنه يكون عنده رؤية، يكون عنده فيجن، غير أنه يقعد يخطط، بده يخلق روابط مع كل شخص من فريقه. مش مسيرة، يعني بده روابط أو بده تواصل صادق كمان. أكيد. بعطيك مثل، عندي صديق إلي هو مدير بقالب شركة، عنده نهار بالجمعة ربع ساعة بيقعدوا على بكرة بيشربوا قهوة مع بعضهم، كيفكن، خبرونا شو عندكن. هالعمل البسيط بيخلق ثقة، وبيخلق أنه أنا القائد معكن، مني فوقكن، أنا مثلي مثلكم، عندنا واجبة بدنا نتممها. فهذا أفضل جواب، أنه بدي أخلق علاقة مع الآخرين. هالشي بده تمرس؟ نعم. بده فن الإصغاء؟ نعم. بس هالشي بيخلق الثقة بين الفريقين، وهيدي إذا بدك أهم ميزة، أنا أكون مثلي مثلك على ذات المستوى. بس ما بيمنع أنه هيدا مدير وعنده مسؤوليات معينة طبعا، وهي توزيع الأدوار بوقت من الأوقات. طبعا، يعني القيادة لا تلغي الإدارة، بتكملها طبيعي. وإذا بدك كمان في هيك فكر، كنت مرة عم بطرح مع أحد المواضيع هيك تدريب، إنه مين بعد بيقعد على طاولته وبيضرب إيده بقول بكرة بدي التقرير، ما عاد بتمشي. بتعرفي كاتيا، يوم أكترية الشبيبة صاروا متعلمين، قبل كانت تقطع، يمكن على أيام بيي وبيك وجدنا كانت تقطع، حدا متعلم حدا ما كتير متعلم، كانت هالوسيلة تقطع. اليوم لا، اليوم صرنا كنا عم نتعلم، كنا عنا خريجين جامعات، حتى لو في مسؤولية أعلى من التاني، بس بيعرف أنه هديك كمان عنده طاقة. وفي بعد زيت شغلة، هالإدارة إذا ما قدر تطلع على الأشخاص شو بحاجة تينمو، إيه؟ يعني كاتي شو بحاجة أنت حتى تكوني أفضل، هذا سؤال بيطرحوه. هون فتنا بالقيادة، بالليدر يلي بيهتم لأبنائه كيف حتى ينمو. إذن احترام طاقات الآخرين بتخلي بكون حافز يعني بالوقت، وبنفس الوقت شو هن بحاجة لحتى يكونوا عم يشتغلوا أكتر، ولا عم ينمو، مش بس كرمالهم، كرمال الوظيفة اللي بدها أو الهدف اللي بدنا نوصل له. أصبتي للوظيفة وحتى لشخصهم، وحتى لشخصهم. خبرك شوي عن شركة جوجل، لأن هلأ الكل يعني بيقولوا أنه أنا من هيدا الوظيفة ما بقى عم باخد شيء. يعني الإنسان بيوصل مش بس تحت لي يعطي بالوظيفة، كمان تحت لي يكسب. طبيعي طبيعي، بس هو بده يشتغل على حاله تيكسب. بشركة جوجل كنت عم بقرأ عنهم، بيعملوا رانكينج للموظفين، تقييم، خمسة أعلى علامة، أعلى شخص عظيم، واحد واثنين أقل شيء، يلي بيكون سكور تبعه واحد واثنين،
بيجوا بيسألوا ما بيوبخوه. انتبهي هون كمان فتنا بالكالتشر تبعنا يمكن توبيخ. شو بحاجة أنت حتى تتقدم؟ شو بحاجة أنت؟ يلي علامته خمسة حذاري شو بيقولوا له شو بيسألوا؟ جس معقول بيجي على بالك شيء؟ كيف فيك تكون أفضل؟ يعني شفت هالتطور يلي عم يوصل هون القيادة بنرجع مش الإدارة، هون القائد يلي عم بيهتم لأبنائه يلي عم بيهتم للفريق تبعه، أنت كيف فيك تعطي أحسن وأنت شو بحاجة تكون معك؟ نرجع يعني كمان لمسؤوليات هالمدير يلي قلنا انه هي توزيع الادوار، وقلنا انه ما بقى المدير بيقدر يقول بدي التقرير بكره. بس في اوقات اشياء لازم تنجز عظيم بوقت معين. يس. والتحفيز على انجاز يعني المهام بوقت معين اوقات بيتطلب قوه من الاداره. هيدي بنسميها سيتويشنال ليدرشيب، القياده الظرفيه. يعني انا بمحل معين انا معك عم بسالك شو بدك وكيفك، بس محل تاني إذا وصل الوقت لا بدي أقول بدي هالشغلة وخلص ما عاد بقى في وقت. قيادة الظرفية يعني محل بدي يكون عسكري، محل بدي يكون خي، محل بدي يكون باي، محل بدي يكون مدرب. يعني هولي كمان صفات يلي بده يدرب حاله عليهم تيعرف أمتين يتصرف بأي وسيلة. وكل واحدة عندي يعني أنا معك في محل خلص ما بتقطع، بدي أنا أوصل لمحل معين وهو مش دارك خطورتها بطلبها بحزم أكثر مش غلط. يعني هيدا كمان بيعمل ثقة بالمدير أو بالمسؤول إنه هو بيعرف بالتحديد شو المطلوب. يعني المسؤولية أخي شي بترجع عليه، بس وقت اللي بيحصلوا على النجاح ما بقول له أنا نجحت، نحن نجحنا أز تيم. هيدا القائد الإداري اللي هون بيكملوا بعضهم. كمان الظروف المحيطة إلها عندها تأثير على الشيء اللي بيكون بده ينعمل، مشروع، المهنة، الوظيفة، يعني الهدف. دائما الظروف المحيطة مش بس بالشخص، الظروف المحيطة عامة. يعني مثلا نحن ظروفنا هلأ يعني ما فينا نكون عم نتعامل فيها مثل ما بنتعامل مع ظروف عادية. جيد، رح أقول لك الظرف البيئي حتى جغرافيا وحتى بيئيا. رح أخذ مثلا صغير بس لنوضح. أنا بدي أعمل مدرسة، زيت الشركة بتعمل مدرسة ببيروت وبتعمل زيت المدرسة بفرية، تبه بعد بزيت البلد. ما في اتغاضى عن ظروف فرية وعن ظروف بيروت بيئيا اقتصاديا. يعني بدي اعمل تمن شو الواقع تبع المدرسة، شو الحاجات تبع ابناء بيروت، شو الحاجات تبع ابناء فرية، حتى اللهجة تختلف، حتى يمكن هنيك الاعمار تختلف. فما في انا احط مشروع وغض النظر عن اين انا واين ظروف البلد او المنطقة. اكيد هيدا اوقات كثير اشخاص ما بياخذوا بعين الاعتبار الظروف. فمش انا بدي اعمل، وين انت؟ شو الموقع تبعك؟ باي منطقه جغرافيه؟ شو الكلتشر؟ هول كلهم كثير اوقات بننسلهم. اذا في تخطيط ودراسه لكل وضع. لكل وضع بدي تمنه، يعني شو تاثيره على المشروع تبعي. ما في بس افتح هيك مشاريع انا هيك بدي. وكمان محل ثاني بننسى شو طاقاتك يا انسان. أنا مهندس مدني، في أعمل طاقة مشروع 5 بنيات، ما في أعمل 3 أوتيلات، طاقتي هالقد محدودة. فهل تو فاكتورز، انفيرمنتال فاكتورز والأورجانيزيشن فاكتورز، كمان أوقات ينتسوا. فهون القائد والإداري بده يدرسون تقدر يحقق مشروعه. طيب كيف الشخص بيشتغل على حاله ليصير بهيدا الوضع، ليصير فعلاً قيادة مش بس إداري؟ يلا. في أعطيك معادلة بتمشي على الكل. يلي بده يكون قائد خلي يفوت ب volunteering work، شغل تطوعي. بالشغل التطوعي كتير أيام مين بحب يعمل هالتاسك هالشغل بياخد مبادرة. المبادرات اللي بتاخديها بالشغل التطوعي بتدرب تصير الشخص قائد، يعني حتى لو فشل معلي وإذا نجح بيقول له برافو عليه. لأن بالوظيفة أيام ينطلب منك يمكن بالرغم عنا، بس بالمحل التطوعي هو أفضل محل للشخص ينمي موهبة القيادة عنده، تصير ياخذ مبادرة. إذا نجح كلنا نجحنا، بدي أطلب مساعدة بعرف بطلبها. صدقيني ياما أشخاص بينوا من خبرات عم بحكيك 30 سنة من الجمعيات، بينوا من وراء الجمعيات بالشي التطوع عنده مواهب كثيرة كانت مخبية. بهالمحل يلي بده يكون قائد خلي يفوت على جمعية يتطوع وشوف كيف ببين، غير
الدراسات في دراسة وغير التريننج اللي بيعمله، ولكن ولا مرة كون عم بعطي على الليدرشيب بقول له ليك انت حتطلع من هالتريننج ليدر. اكيد لا، اكيد لا. وقت سنة سنتين درب حالك اكتشف طاقاتك حتصير ليدر. ففي يعني توجيه على كيف الشخص بيقدر يكون عم يشتغل على نفسه لحتى يصير هالبروفيل. في توجيه، بس انا عم بقول عملية على الارض بده يختبرها بجامعيات، كشافة، صليب احمر، اللي بدك اياه. اكيد في توجيه وفي كثير كتب، وحتى في كثير نظريات تختلف عن بعضها بالقيادة. اذا بتقري كذا كتاب كل واحد بيلاقيها من ميلته. مش هيك؟ هون كمان بدي ارجع شوي فوت على موضوع الليدرشيب والكوتشنج. الكوتشنج كمان بضوي لك وين طاقاتك وين انت فيك تعطي، مش شو الاخر بقول لك انت شو. انا بكتشف حالي. يعني الانسان او اوقات كثير الانسان ما بيكون هو عارف انه عنده هيدي الطاقات، مش بس انه بتكون مش مخبيه، لا لا، هو ما بيعرف، ما بيعرفها. فبده مين يدلك. والجود ليدر في يساعد الاشخاص يكتشفوا طاقاتهم. لكن اوقات الظرف ببين هيدي الطاقات، ايام الظرف، ايام يمكن الشغل، يعني بنسميها اذا بدك بوتنشال انرجي، طاقه مخبيه. متى ما شفتي خلص بينطلق الشخص، بس بده مين يساعده او يقول له. وهي كثير انا يعني قريها بكثير اشخاص، يعني قياديين كثير كبار، اذا بتقول للشخص عن موهبته مش غلط، بالعكس قل له. يعني مش انه بتواضع ولا، انت عندك بتعرف تحكي، انت بتعرف تاخذ قرار بحياتك، او بتعرف يمكن تتحاور مع الاخرين، فبده يدلوا عنا والشخص بده ينميها. بس على الاكيد مسيره ليدرشيب، ما لنا شهاده جامعيه، مسيره سنين. على كل حال الانسان بيقدر يكون عنده شخصيه قياديه بدون ما يكون هو بموقع يعني مسؤوليه كبرى. هيدي ادد فاليو، في ناس بيخلقوا عندهم هالمواهب، ايه، بس لا يعني يلي ما خلق فيها. بعرف شخص عمره 60 سنه، بال 60 سنه اكتشفنا انه عنده مواهب كثير حلوه بالقياده ما كانت مبينه. كان بظرف معين بشغله يتلقى اوامر، بس فتح له محل بي ان جي او يبلش. عنده طاقات هالزلمه، ياخذ مبادرات، بياخذ مبادرات بعمر كبير. مش انه هو، اكيد اذا اولادنا بندربهم بعمر اصغر جيد، حتى هالانسان بعمر 60 سنه بين عنده طاقات كثير حلوه. اجى وين هيك يعني فتحت قدامه ابواب وعطى من قلبه. فموضوع اداره وليدرشيب أقول إنه أوقات بقى شخصية قيادية لو كانت منا بمكان مسؤولية ولكن فاعلة بمطرحها، يعني لأنه مش ضروري كل يكونوا مدراء يعني. طبعاً يكون في مدراء وأقل وأكثر وإلى آخره، وكمان حسب ظروف العمل وظروف الحياة والمراحل يعني. بس وين ما نوجد هذا القيادي يلي بوقت معين كان مدير، بلكي تاني يوم ما يكون، أو بمرحلة معينة ما يكون مدير، بس بعد عنده شخصية قيادية بعمله يلي هو عم يعمله. كاتيا ما نروح لبعيد، عندك لجنة بناية مش هيك؟ عندنا لجان، شخص لجنة أوقات بيكون مترأسة بطريقة حلوة، شخص تاني يمكن ما بيعرف يكودها. أوقات أهل البناية بيقولوا أنت خرج تكون قائد. يعني أنا معك أنه ما ضروري يكون بموقع شغل رسمي، محل ما بشوفه هالزلمة عنده طريقة، هو الليدر صحيح، بياخد ثقة العالم. بعائلتنا، مع جيراننا، وين ما نكون فينا نكون عندنا هالروح القيادية، بتحسيها وقت العالم بيعطوك الثقة. بس بلشت أنا روح خدمة. إيه على الأكيد، على الأكيد روح خدمة تتبين، وإلا بتكون مخبية. يعني أكيد إذا الإنسان منه مستعد لحتى اللي يكون عم ببادر وعم بيكون عنده يعني روح خدمة، ما رح يقدر لا يكتشف حاله ولا غيره. وهيدا الغلط، وهيدا إذا بدك أوقات الخطأ يمكن اللي نحن الآباء نوقع فيها، منوجه أولادنا مثل ما نحن منشوف. لا، يمكن ابني عنده غير طاقات، يمكن أحسن مني، يمكن مختلفة، خبيله طاقاته. يعني حلوة هيدي روح القيادة عند الأب، كيف بتكون؟ إيه إيه، بدي يكتشف هو شو أولادنا، أنت شو عندهم طاقات، مش مثل ما أنا بشوف يعني. فهيدا التحفيز شغلة مهمة للولد، هو يكتشف حاله كمان. يكتشف حالك وكيف تنمى اجتماعيا وفكريا وروحيا. موضوع القيادة يعني بينحكى عنه ساعات كاتيا، وبرجع بقول لك منه شهادة جامعية، اختبار على الأرض. وصدقيني عندنا كثير أشخاص عم نكتشفهم، بتقول هو كانوا مخبيين، حرام ما بينوا قبل. ناجي شلالة مهندس مدني ومدرب إدارة مشاريع، أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لمعلومات. وقفي هلا وبنرجع بنتابع لايف.